السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ورمضان مبارك سعيد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطبق اللي كيجي زوين. بحال في الفيديو السابق كنت صايبت لكم كنت شاركت معكم واحد الطبق لي توماني بمبرا. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الطبق اللي فيه غير 4 ديال الاضلاع، كيجي رباعي، يجي رباعي. لهاد الطبق كنحتاجو 4 ديال الاهرام بحال هكا مثلثات بهذا الشكل، 4. كنحتاجو المبرة، كنحتاجو لهاد الخلالات اللي شريتهم هكذا واجدين، خلالات تحت نحتاج 4. غنحتاج لهاد السينتا والبواني، طبيعة الحال خشب الليزر، 3 ديال لي باكيط هنايا، 3 ديال لي باكيط ديال خشب الليزر. وكنحتاج المرايا، نعطيكم الاخبار، مرايا فيها هذه 31 على 31، مرايا كارية 31 سنتيم على 31 سنتيم. هنايا هاد الهرم ديالي فيه القاعدة، هنا فيه 20 سنتيم، هنايا 20 سنتيم. والعلو، العلو ديرو نتوما العلو اللي بغيتو، العلو فيه 24 ديال السنتيم، القاعدة ديال الهرم فيها 20، هنا 24 ديال السنتيم. طبيعة الحال هاد الباكيط ديال 5 ديال السنتيم، 5 ديال السنتيم. كيف ما كتشوفوا اخوات، انا قبضت هاد المثلثات ديالي لصقتهم على هاد الشكل، هذا اهرام ديالي لصقتهم على هاد الشكل كما كتشوفوا، ولصقتهم بالسكوتش، بيناتهم لصقت السكوتش، وخليت واحد الفج شويه من لهنايا باش منين كنتني كتجيني هذه مقاده، شفتي؟ دائما خلي واحد الفج شويه ما بيناتهم. دابا غادي نقبض بالستيلو ديالي وغادي نطراسي، غنخلي واحد السنتيم خارجه على الثوب بحال هذا الشكل، نطراسي بالستيلو. من بعد غنقطع هذا، غنقطع جوج، غنقطع جهه من الفوق اللي غدير من الفوق وجهه ديال التغلاف من التحت، غنقطع جوج طروفه من هذا، انا غنقطعهم ونرجع معكم. من بعد ما قطعنا الثوب هما كما كتشوفوا قطعنا جوج طروفه، واحد هوا من التحت هوا واحد هذا، دابا غتبداو تلصقوا جناب البيستولي بحال هذا الشكل. جبدو التوب من هنا مزيان باش مكيبقالكمش تكمش،
بعد ما لصقنا الثوب من الجهه من التحت غادي نلصقوا دابا الثوب من الفوق، غنغلفوا الجهه الفوقانيه بحال هذا الشكل. صافي راه ثبتوا لينا دابا المثلثات ديالنا الثوب من التحت. دابا غنثبت الثوب من الفوق، ندير الكولا ديالي هنا شويه الكولا حيت شحال هكا. غنحط الثوب ديالي غنلصق الجناب بحال هكا، غنبقى نتني هاد هكذا بحال هكذا. كما كتشوفوا انا ساليت التغلاف من هاد الجهه ومن هاد الجهه، دابا غنتني الهرم ديالي بحال هاد الشكل. سهل، دغيا كيتجمع دغيا كيتقاد. هانتوما دابا غادي نلاصق الجوانب ديالو. ودابا غنكبط هاد السنتة ديال التاي وغادي ندوزها فهاد القناه هادو. ملي تكونوا كتلصقوا خصكم تحاولوا على المبره باش ما توسخوهاش حيت اللصق كيبقى مقطع فيها. لصقوها بشويه وردوا. كما كتشوفوا اخوات انا ساليت السنتة ديالي من هنا ومن هنا ومن هنا، درت حتى من هنا دوك نستا على هاد الشكل. شوف ملي دوزتها هكذا على الجناب كاملين. دابا غنقبض السنتة ديالي وغنلصقها هنا الفوق. نلصقها هنايا ندورها هنايا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت السنتة ديالي هنايا لصقت هاد لي بوان هنايا، لصقتو بالبيستولي. من بعد ما ساليت الطبق ديالي كما كتشوفوا لصقت فيه هاد الخلالات، هاد الخلالات كان غا بالبيستولي. كنديرو الشمع ديالنا في البيستولي بالطريقة
وكنحطو على الشوك ديالنا على الطبق ديالنا هكا بهذا الشكل صافي. ها انتما كما كتشوفوا الطبق ديالي كيجا كيجي رائع بزاف. ودابا غادي ندوزو المرايه ديالنا الى القاع ديال الطبق ديالنا. انتما كتقطعوا المرايه اللي قلت لكم لي باكيت كنكون ديجا قطعتهم بحال هذا الشكل. هذا قطعت واحد طويل من هنا واحد طويل من هنا واحد كيجي ما بينات هادو وهادو صافي كنلصق. كنكون ديجا صبغتهم بسبراي. ها السبراي اللي صبغت بها بزاف ديال الناس كيقولوا لي هاد اللون كيعجبهم. هو ماشي ذهبي ذهبي غادي ذهبي غادي البرونز كيجي زوين. هو اللي كنصبغ به دائما. ها الماركه ديالو وها سميتو اسميتو ها لا مارك ديالو. دابا غنلصق هاد الخشبات في الجناب. نلصق الجناب الاولاني اللي اليمين على اليسار والمالا. سخون حرقني كنكون انا هادو عاوتاني هنا من الوسط قطعتهم قبل بحال هاد الشكل. كما كتشوفوا وهاد الحاشيه هادي غندوز فيها السينتا من هنا غندوز السينتا. هادو كديرو بيستولي هكا كتلصقو السينتا. دابا غادي نقبض العقيقات ديالي وغنلصقهم هنايا بحال هاد الشكل. غندير وحده صفراء وحده في الكرونه وحده صفراء وحده كرونه حتى نكمل الطبق ديالي كامل. كيف ما كتشوفوا هاد الطبق ديالي وجد كيجي رائع. هانتوما كيما شفتوا ممكن ديروا الطبق تخدموه طبق تغطيوه هكذا وتشوفوا فيه الحلوه. او ممكن تقدو تخدموا حتى بلاطو بحال هذا الشكل تخدموا غير البلاطو ديالو هذاك القاع ديالو تخدموه بلاطو بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا او تخدموه طبق تحطوا فيه الحلوه بحال هذا الشكل كيجي رائع بزاف.
كنتمنى هاد الفيديو ديالي يعجبكم، وكالعاده كنقول للناس اللي كيشوفوا قناتي لاول مره اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش قناتنا تكبر وتزيد القدام. ما تنساوش ديروا لايك باش نعرف الفيديو واش عجبكم ولا لا. والى اللقاء، انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.